عندما نفكر في الحوادث، غالباً ما تتجه عقولنا مباشرة إلى النتيجة الأكثر وضوحاً وإلحاحاً، الحادث المرئي. قد يكون هذا حادث سيارة، أو انزلاقاً وسقوطاً، أو إصابة في مكان العمل. هذه الأحداث مفاجئة وتتطلب انتباهنا. إنها قمة الجبل الجليد، الجزء الذي يمكننا رؤيته وفهمه بسهولة. تكمن مشكلة التركيز فقط على الحوادث المرئية في أنها تعطينا صورة غير مكتملة عن سبب حدوثها. يشبه الأمر محاولة فهم قصة من خلال قراءة الصفحة الأخيرة فقط. لكي نمنع الحوادث حقاً، نحتاج إلى الغوص بشكل أعمق واستكشاف ما يكمن تحت السطح. وهنا يأتي دور نموذج جبل الجليد في الحوادث. يعد نموذج جبل الجليد أداة قوية لفهم التفاعل المعقد للعوامل التي تساهم في الحوادث. فهو يساعدنا على الرؤية بما يتجاوز الحدث المباشر والكشف عن العوامل المساهمة الخفية التي أدت إليه. من خلال فهم هذه الأسباب الكامنة، يمكننا تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. في القسم التالي، سنتعمق في الجزء المغمور من جبل الجليد ونستكشف الطبقات المختلفة للظروف الكامنة التي تساهم في الحوادث. في حين أن الحوادث المرئية هي الجانب الأكثر وضوحاً لحوادث السلامة، يؤكد نموذج جبل الجليد على أنها مجرد أعراض لقضايا أعمق كامنة. تعرف هذه القضايا الكامنة بالظروف الكامنة. غالباً ما تكون الظروف الكامنة أقل وضوحاً، ويمكن أن توجد داخل منظمة أو نظام لفترات طويلة دون أن يلاحظها أحد، حتى تتحد مع عوامل أخرى لتتسبب في وقوع حادث. فكر في الظروف الكامنة على أنها نقاط الضعف داخل نظام ما. يمكن تشبيهها بالشقوق في أساس جسر. بشكل فردي، قد تبدو هذه الشقوق غير مهمة، ومع ذلك، بمرور الوقت ومع استمرار الضغط، يمكن أن تضعف هذه الشقوق سلامة الجسر، مما يجعله عرضة للانهيار تحت الضغط. يصنف نموذج جبل الجليد الظروف الكامنة إلى عدة مستويات فردية وشخصية وتنظيمية ومجتمعية. يمثل كل مستوى طبقة مختلفة من التأثير التي تساهم في السلامة العامة للنظام. من خلال فهم هذه المستويات وتفاعلاتها، نحصل على فهم أكثر شمولاً لكيفية وقوع الحوادث. في الأقسام التالية، سنستكشف كل مستوى من هذه المستويات بالتفصيل، مع تقديم أمثلة لتوضيح تأثيرها على السلامة. من خلال فحص هذه العوامل الخفية، يمكننا البدء في تطوير استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة أكثر أمانة. على المستوى الفردي، يمكن أن تشمل الظروف الكامنة عوامل مثل التعب والضغط والتراخي والتدريب غير الكافي. يمكن أن تضعف هذه العوامل من القدرة على الحكم، وتقلل من اليقظة، وتزيد من احتمالية حدوث أخطاء. على سبيل المثال، قد يكون لدى سائق شاحنة محروم من النوم أوقات رد فعل أبطأ، مما يزيد من خطر وقوع حادث. تشمل العوامل الشخصية العلاقات وأنماط الاتصال بين الأفراد داخل فريق أو منظمة. يمكن أن تساهم قلة التواصل ونقص العمل الجماعي وثقافة إلقاء اللوم في خلق بيئة يزداد فيها احتمال وقوع الحوادث. على سبيل المثال، موقع بناء يتردد فيه العمال في التحدث عن مخاوف تتعلق بالسلامة، خوفاً من الانتقام، يكون عرضة لوقوع حادث. تتطلب معالجة الظروف الكامنة الفردية والشخصية نهجاً متعدد الجوانب. يعد توفير التدريب الكافي وتعزيز التوازن بين العمل والحياة لتقليل التعب والضغط، وتعزيز ثقافة التواصل المفتوح خطوات كروشيال. من خلال معالجة هذه العوامل الفردية والشخصية، يمكن للمؤسسات خلق قوة عاملة أكثر أماناً ومرونة. القسم الرابع، التأثيرات التنظيمية والنظامية، الصورة الأكبر. بالانتقال إلى ما هو أبعد من العوامل الفردية والشخصية، يسلط نموذج جبل الجليد الضوء أيضاً على تأثير العوامل التنظيمية والمجتمعية على السلامة. غالباً ما تكون هذه العوامل متأصلة بعمق داخل الأنظمة والثقافات التي نعمل فيها. تشمل العوامل التنظيمية جوانب مثل ثقافة السلامة،
واتزام القيادة بالسلامة وتخصيص الموارد والهيكل التنظيمي. على سبيل المثال، قد تؤدي المؤسسة التي تعطي الأولوية للإنتاج على السلامة إلى خلق بيئة يتم فيها تشجيع الاختصارات وتجاهل بروتوكولات السلامة. تشمل العوامل المجتمعية، وهي أوسع مستوى في نموذج جبل الجليد، الأعراف المجتمعية واللوائح التنظيمية والضغوط الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم التركيز المجتمعي على السرعة والكفاءة في ثقافة العجلة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث في مختلف المجالات، من النقل إلى الرعاية الصحية. تتطلب معالجة العوامل التنظيمية والمجتمعية تغييراً منهجياً والتزامن طويل الأمد بالسلامة. وهذا يشمل إنشاء أنظمة قوية لإدارة السلامة وتعزيز ثقافة إيجابية للسلامة والدعوة إلى لوائح وتنفيذ أكثر صرامة. من خلال الاعتراف بتأثير هذه العوامل الأوسع نطاقاً، يمكننا خلق مجتمع أكثر أماناً ككل. القسم الخامس، قوة جبل الجليد، الوقاية والتحليل. لا يقتصر نموذج جبل الجليد على فهم أسباب الحوادث، بل هو أداة قوية لمنعها. من خلال تحديد ومعالجة الظروف الكامنة الأساسية على جميع المستويات، يمكن للمؤسسات خلق ثقافة أمان أكثر قوة وتقليل احتمالية وقوع الحوادث. عند وقوع حادث، يوفر نموذج جبل الجليد إطاراً للتحقيق الشامل في الحوادث، فهو يشجع المحققين على النظر إلى ما وراء الحدث المباشر والتعمق في العوامل المساهمة في كل مستوى. وهذا يسمح بتحديد نقاط الضعف النظامية التي كان من الممكن أن تمر مرور الكرام، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أكثر فاعلية. على سبيل المثال، تخيل حادثاً في مكان العمل حيث يصاب موظف أثناء تشغيل آلة. قد يعزي التحقيق السطحي الحادث ببساطة إلى خطأ الموظف. ومع ذلك، باستخدام نموذج جبل الجليد، قد يكشف المحققون عن تدريب غير كاف على المستوى الفردي، وضعف التواصل بين الورديات على المستوى الشخصي، ونقص الإشراف على المستوى التنظيمي، أو حتى ضغط الصناعة لزيادة الإنتاج على حساب السلامة على المستوى المجتمعي. يسمح هذا الفهم الأعمق بتنفيذ تدخلات هادفة، مثل تحسين برامج التدريب وتعزيز قنوات الاتصال وبروتوكولات السلامة الأكثر صرامة. من خلال معالجة الأسباب الجذرية للحوادث، يتم تقليل احتمالية وقوع حوادث مماثلة في المستقبل بشكل كبير. القسم السادس، دراسة حالة، تطبيق النموذج على سيناريو واقعي. لتوضيح التطبيق العملي لنموذج جبل الجليد، دعونا نفحص دراسة حالة افتراضية لحادث في مكان العمل. يسقط عامل بناء من سقالة ويتعرض لإصابات خطيرة، في حين أن السبب المباشر قد يبدو هو فشل العامل في تأمين حزام الأمان الخاص به بشكل صحيح. فإن تطبيق نموذج جبل الجليد يكشف عن صورة أكثر تعقيداً. على المستوى الفردي، كان العامل يعمل في نوبتين متتاليتين وكان متعباً. على المستوى الشخصي، كان مشرف الموقع جديداً وقليل الخبرة، مما أدى إلى عدم كفاية الإشراف. على المستوى التنظيمي، كان لدى شركة البناء تاريخ من انتهاكات السلامة وثقافة اختصار الطرق للوفاء بالمواعيد النهائية. على المستوى المجتمعي، غالباً ما تعطي صناعة البناء التنافسية الأولوية للسرعة والفعالية من حيث التكلفة على سلامة العمال. يسمح استخدام نموذج جبل الجليد بإجراء تحليل أكثر شمولاً للحادث، ويكشف عن عوامل مساهمة متعددة تتجاوز تصرفات العامل. يسمح هذا الفهم بتنفيذ تدخلات هادفة، مثل تنفيذ برامج لإدارة التعب والحد من ساعات العمل الإضافية، وتوفير تدريب ودعم أفضل للمشرفين، وتعزيز ثقافة السلامة في الشركة، وفرض بروتوكولات سلامة أكثر صرامة، والدعوة إلى لوائح صناعية أكثر صرامة، وتحسين حماية العمال. من خلال معالجة هذه القضايا الأساسية، يمكن للشركة خلق بيئة عمل أكثر أماناً ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. مع تحيات شركة تامر شراكي للتدريب والاستشارات For Training and Consultancy Company TSTC.
Integrated Safety Solutions contact. Email info@tstc.com.eg. Telephone 0054-1944-0020-1147-99299 Alexandria, Egypt.